ورجعنا لكم ومكملين في ساعة صبحية ومعانا فقرة زي العسل. الحقيقة هنتكلم فيها عن العسل وعن النهوض بصناعة العسل، وهنتكلم عن تفاصيل أكتر عن العسل والصناعة دي، وإن احنا بنصدر عسل وإزاي نشتغل على الصناعة ونطورها. من الحاج إسماعيل عبد الفتاح، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. مربي نحل العسل. والحاج محمود رمضان حمودة، مربي العسل، أهلا بيك. أهلا بسعادتك. الحقيقة حضراتكم منورنا ومشرفنا، وهنتكلم عن حاجة يعني هي صناعة مهمة طبعاً. والعسل أهم حاجة وفيه شفاء للناس، بس العسل اللي بجد، صح كده؟ العسل اللي بجد، عايزين نتكلم عن اللي بجد. أيوة حضرتك كلمنا عن العسل اللي بجد. العسل اللي بجد اللي هو اللي بينتج من النحل، اللي المفروض طبيعي ما بتدخلش فيه الإنسان. مش كل من هب ودب يروح يجيب شوية نحل يربي ويغذي النحل محلول سكري ويطلع منه عسل ويبيع. ده مش عسل ولا يمتد للعسل بأي صلة. يعمل ايه علشان يربي نحل ينتج عسل بجد؟ عسل لازم اللي هو العسل الطبيعي اللي 100% ده لازم يكون نحال، يكتسب خبرة، يكون عنده الأمانة ان هو ينتج عسل، عسل للتداوي. خبرته تخليه يعرف النحل عايز يتغذى محلول سكري امتى، يقوم يغذيه في الايام اللي هو محتاج فيها التغذيه، وعند ما يتوجد الرحيق في الزهور يبدا يبطل التغذيه ويسيب النحل يتجه للازهار ويجيب الرحيق ويبقى عسل نقي وكويس ويتداوى به المرضى. ده العسل الطبيعي. يا حاج محمود، العسل او النحل مفيد في 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 ايه بالظبط؟ يعني هو لازم يكون في عندك مثلا، حضرتك عندك منحل، صح كده؟ صحيح. لازم يكون عندك قد ايه نحل علشان تقدر تنتج كميات من العسل مظبوطه او كميات مناسبه يعني تقدر تبيع؟ للعسل له قيمه غذائيه طبعا بالنسبه للانسان، بيخش في صناعات دوائيه مكمل غذائي في كل الفيتامينات اللي الإنسان محتاجها. تمام. الزائد إنه بيدخل عائد شهري أو سنوي بالنسبة للنحال. هو ملوش موسم. هو النحل، لا حضرتك، النحل موسمي. بالنسبة لمصر المفروض يبقى فيها ثلاث أنواع من العسل. عسل موالح اللي هو عبارة عن البرتقال والليمون والسفندي، وفي البرسيم، وفي القطن. تمام. القطن بكميات قليلة وبسبب يعني عدم اهتمام الفلاح بزراعة القطن وبتاع، لكن في مصر موجود فقط اللي هو نوعين من العسل، عسل الموالح وعسل البرسيم. ما عدا ذلك حضرتك بيخش في حاجات اللي هي الأصنصات، اللي هي يقول لك حبة بركة، يقول لك سدر، يقول لك أنواع تانية. فقط لا غير في مصر موجود نوعين من العسل المتداول، وأكبر قيمة غذائية للعسل اللي هو عسل البرسيم. عسل البرسيم لما من ناحية التذوق ومن ناحية الريحة والطعم اللي هو عسل الموالح. وبيدخل عائد المفروض يكون مش أقل من 200 ل 150 خلية علشان يغطوا مصاريف أسرة ويغطي مشروع اللي يستفيد المربي من وراه. حضرتك معترض على ايه يا حاج اسماعيل؟ لا مش اعتراض، بس هو عم الحاج محمود قال ان في ثلاث انواع من العسل. هو بالفعل في ثلاث انواع من العسل موجودين في اغلبيه المساحه اللي موجوده في مصر، ولكن في مناطق تانية بتنتج عسل تاني. يعني العسل الجبلي بينتج في مصر منه بقى كميات بسيطه ولكن سانت موجود. سانت كاترين تقريبا، سانت كاترين في شرم الشيخ بينتج. بس مين اللي يعرف من الصحراء الغربيه عسل في ناس في ناس لها نحل هناك وبتنتج. الناس مش اللي كميات كبيره في الجبل بس هم اللي حضرتك موجود موجود في اسيوط حبه البركه برضك، بس مساحات صغيره وبينتج حبه بركه. هو عم الحاج محمود بيقول ان مش موجود العام يعني. ايوه لا هو بيقول ان دول الاشهر، هو بيتكلم على الاشهر بالظبط. انما في حبه بركه، في حبه بركه وفي عسل زعتر وفي عسل بردوش وفي عسل جبلي. انما ايه كل نوع عن بعض يعني؟ يعني كل نوع ليه فايده، ليه قيمه غذائيه طبعًا. ولا كل طبعًا. نوع يعني بيفرق ايه عن النوع الثاني ولا في طريقه تصنيعه نفسها؟ بص حضرتك، هو فايده النبات نفسه بينعكس في الرحيق اللي جاي منه من العسل ويخش يبقى في العسل. يعني النحل جاي بالرحيق مثلا من زهرة حبة البركة وليكن، ايه فايدة حبة البركة؟ بينعكس على العسل.
بيطلع فايدته في العسل. تمام، يعني فايدة طب في عسل زهور، بيقولوا عسل زهور اللي هو عسل الموالح. ما لا بيقولوا زهور مش موالح. في لا هو اللي هي الورد المفروض. الورد وبرضه فايدة الورد بالنسبة للبني آدم وبتاع برضه بينعكس عليها نفس الفيتامين أو نفس العناصر اللي موجودة في النبات نفسه بينعكس في العسل. لاي في العسل زي الموالح فيها اللي هي فيتامين سي. فبالتالي اللي هي عسل الموالح بيحتفظ بفيتامين سي أو الفايدة بتبقى فيه نفس الفايدة بتاعت البرسيم. طب يا حاج اسماعيل بالنسبه بتاع البرسيم ده فايدته ايه؟ ممكن تقول لنا بما ان حياتك بقى بتصدر وشغال بشكل هو اهم في توسع اكتر. اهم عسل واقيم عسل موجود هو عسل البرسيم كقيمه غذائيه. القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا. في جميع العناصر اللي احنا عايزينها، فيه الكالسيوم، فيه المنجنيز، فيه الفوسفور، فيه الحديد، فيه المغنيسيوم، جميع العناصر اللي الجسم عايزها موجوده في عسل البرسيم. اعرف العسل الطبيعي اللي هو 100% اللي مش مغشوش ازاي؟ بقى صعب النهارده نعرفه، لان حريفه التصنيع النهارده بيصنعوا بالكمبيوتر. بيحللوا العسل ويعرفوا مقاديره ايه ويبداوا يكونوه، ولو دخل مختبر تقريبا ينجح في المختبر. صعب انك تعرف العسل المغشوش النهارده. لازم عشان تشتري عسل النهارده وتضمن ان هو كويس تشتري من مصدر، مصدر يكون ثقه، يعني ثقه اللي هو المصدر اللي حضرتك بتشتري منه العسل، يعني يكون أغلب مصدر ثقه. اغلب العسل اللي موجود ممكن يبقى مغشوش واحنا ما لا, لا 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 مش لا الاغلبيه، احنا مصر فيها خير والناس. لا قصدي ان احنا ممكن ناخد واحنا ما نعرفش، يعني ممكن احنا مش عارفين. ممكن بالظبط. في حضرتك لو سمحت، في بالنسبه للعسل في شهور شهر 12 واحد واثنين بيتجمد، ولو اتجمد لو كان مغشوش التجمد بتاعه بيبقى عامل زي بلورات السكر، زي السكر فده بتحس انه ده اصله يعني اتغذى النحل على البتاع ده. طيب النحل الاساسا العسل الطبيعي لو ما اتجمدش في الشهور دي ما يبقاش عسل، لازم يتجمد بس بالتجمد مش بطريقة البلورات. بيتجمد كعسل في شكل العسل مش بيتجمد في شكل سكر. سكر تمام بالظبط، يعني التبلور بيكون تبلور ناعم زي السمنه كده بالظبط، المقدوح لما ناكله ما يقرقش، هو يدوب في البق. ده اهم صفه في العسل. العسل الطبيعي لازم يتبلور في الشكل. طيب تحت درجه حراره 14. طب لو اخذنا يجمد يجمد بس يبقى يجمد زي السمنة. في شكل زي السمنة. في شكل العسل مش في شكل سكر. لا يعني لا في شكل سكر خلاص، شكل سكر يبقى متغذي. يعني ساعات بنلاقي على اطراف البرطمان بتاع العسل في الشتاء زي ما حياتك بتقول بيبقى فيه سكر. لا ما هو مش لازم يكون على اطرافه يعني حبيبات كده عشان اقول ده مغشوش. ممكن الحبيبات دي تكون ناعمه، لو ناعمه ده عسل. لا سكر شكلها كانها زي ما حضرتك بتقول ده يبقى مغشوش. لا لا لحظه يا عم الحاج، مش متغذي، مش لازم يكون متغذي. هو حبيبات ناعمه هتقرقش ولا هتكون ناعمه تدوب في البق؟ لا هتقرقش، مغشوش. انما لو حبيبات ناعمه وهتدوب في البق من مش هتقرقش، ده عسل كويس نضيف. طب لو اخذنا السكر العسل ده في الشهور اللي هي مع يعني من غير شهر 12 و1 و2 ومش متجمد، نعرف ازاي؟ نعرفه ازاي؟ بالتذوق، انه بيبقى سكره عالي قوي يبقى مغشوش. سيادتك هو العسل لو اخذت معلقه وحاولت تبلعيها بتنزل بدون ما تعمل شوائب. لو عملت اي شائب حضرتك بتبقى ده بالنسبه لينا كنحالين بنتذوق العسل بالطريقه دي. يعني في كمان طريقه حضرتك اللي هي لو معلقه كبيره ومليانه عسل وحطينا شمعه تحت منها، لو متغذي بيبقى فيه السكر بيتحرق على اطراف المعلقه، لو مش متغذي وعسل طبيعي بيعمل زي بلورات الزئبق يتدحرج في المعلقه. لا تاني كده جيب معلقه كبيره نحط فيها عسل ونولع شمعه تحت منها. شمعه لو سكر متغذي بسكر في الاطراف بيبقى السكر محروق، بيتغير لون العسل في الاطراف وكله يتحول لسكر محروق. لو عسل طبيعي في نص المعلقه يقعد يتدحرج زي كؤره الزئبق، ما يتحرقش. يعني العسل المغشوش بيكون النحل مش بيتغذى على زهور، صح كده ولا ايه بالظبط؟ بيكون بيتغذى محلول سكري، او احيانا في بعض النحالين
وهو بيغذي النحل في أيام التشتية وقبل الموسم، بيغذي النحل علشان يعيش ويتكاثر معاه ويبقى جيش قوي، يطلع ساعات الزهرة ما تجيب رحيق، يطلع يبقى فيه عدد أفراد كتير يجيبوا إنتاج أعلى. فهو وهو بيغذي ما بياخدش باله إن النحل بيخزن منه. النحل ما ياخدش الكمية كلها يستهلكها، بيستهلك جزء ويخزن جزء. الجزء ده بيخش على العسل. دي الكارثة بقى، إن يبقى الخلية فيها جزء متبقي، يعني هو مسموح بنسبة بس مش ما يكونش 50%، ما توصلش 50%، أحيانا بتتعدى 50%. دي مشكلة. مشكلة. الخلية أو العسل النحل ده بياخد قد إيه علشان ينتج، يعني دورة الحياة بتاعة النحل قد إيه علشان ينتج العسل؟ يعني تقصد دورة حياة النحلة يعني؟ مش النحلة تحديدا، يعني حضرتك عايز تطلع عسل دلوقتي. تمام. بتقعد قد إيه العسل النحل ينتج فيه علشان يطلع؟ مسافة الموسم عندي كام يوم؟ كام يوم؟ المناخ اللي بيحدده مش أنا. الزهرة بتطلع النهاردة، بعد يومين الجو يكون مناسب لها تبدأ تجيب رحيق لحد ما تطفو، لما تطفي الزهرة خلاص الموسم خلص. الحبة بتاعت يعني غالبا حوالي 20 يوم. 20 يوم؟ حوالي 20 يوم تبدأ تديني كمية الرحيق اللي النحل عايزها. بتاخد مجهود كبير ومحتاجة شكل علمي في تربية النحل علشان تعمل لك عسل بكامل كفاءتها وطاقتها؟ طبعا النحل موسوعة كبيرة، يعني فيه معامل وفيه جيوش كتيرة بتشتغل علشان تتحقق الكيلو العسل. حضرتك تتخيلي ان علشان النحلة تجيب نقطة عسل بس تقريبا بتوزن كم من الجرام، بتسافر كم رحلة وكم كيلو. يعني ممكن تعمل لها رحلتين ثلاثة عشان تجمع جرام. فالنحل بيبذل مجهود كبير جدا علشان يجمع الرحيق اللي احنا عايزينه. طبعا بيبقى عند حضرتك في المنحل جيش من النحل. حضرتك النحل بيزيد وبيقل. يعني في فترة من فترات السنة بيتكاثر وبيزيد، وفي فترة من فترات السنة بيقل. حسب الموسم، يعني في زهرة الملكة بتشتغل تعمل بويضات. بتزيد، زائد انه النحل حشره في ليها عمر افتراضي بتموت، في غيرها بيعيش. قد ايه عمر الافتراضي بتاع النحل؟ تقريبا يعني من 45 ل 3 شهور، 45 يوم ل 3 شهور. قليله يعني. يعني من 45 ل 90. فالفتره الزياده بتبقى الملكه بتعمل بويضات وبيزيد. طب في فتره من فترات السنه الملكه ما بتشتغلش. اللي هي شهور الشتاء. فبيقل النحل، واحيانا اذا ما كانش فيه متابعه، وفي حاجه بيسموها ضم ومتابعه، النحل بيضمحل. يعني 100 خليه ممكن توصل في 3 شهور الشتاء ل 30 40 خليه. بنيجي في شهر 2 تبتدي الزهور تشتغل. الملكه بتشتغل بتعمل بويضات، النحل بيزيد. واخده بال حضرتك؟ فالنحل فيه زياده وفيه بتاع. الملكة هي الأداة، الكينج، هي اللي بتدير العملية كلها. هي الملكة بقى. الملكة هي اللي بتدير العملية كلها. في بقى اللي هو بتنتج ثلاث أنواع أو بتبيض ثلاث أنواع من البيض. الملكة نفسها بتبيض ملكات، وبتبيض شغالات اللي احنا بنسميهم النحل، وبتبيض ذكورة. تمام. احنا بقى بطريقتنا بنجهز البراويز اللي هي ايه؟ الخاصة بالحاجة دي، على أساس إحنا ممكن ما نحطش براويز وهم يشتغلوا بشمع، بس بيبقى مكلف بالنسبة للوقت للنحل. فإحنا بنسهل للنحل، بنحط له الإيه؟ البراويز الصناعية. بتشتغل البراويز دي علشان تعمل إيه؟ علشان الملكة تحط فيها البويضات. البويضات. ففي جزء من البراويز دي بتحط فيها البويضات، في جزء تاني بتحط فيه عسل. فهي اللي بتوزع المهام. هي اللي بتوزع المهام. الملكة ما ينفعش حد يتكلم. بتتلقح من في الجو من خلال الذكورة. احنا بنبص بقى لو في كم من البيض بيبقى مميز، بيض للنحال. بيض الذكورة بيبقى مميز، ليه شكل معين. تمام. وبيض الشغالات بيبقى له شكل معين. وبيض الملكات بيبقى له شكل برضه. دي محتاجة متابعة. النحال فقط هو اللي بيعرف الكلام ده. النحل الملكة
وظيفتها داخل الخلية جمع الأفراد بهرمون بتفرزه الملكة، بيتوزع على جميع أفراد الخلية علشان كلهم يعرفوا بعض ويكونوا مترابطين، مفيش نحلة غريبة تيجي تخش الخلية دي، لو دخلت بتتعرف من ريحتها. الملكة بتوضع بيض، الملكة لما بتبيض في العين السداسية، العين السداسية بتكون ضيقة شوية، لما بتيجي الملكة تبيض بتحزق علشان تنزل البيضة، وهي نازلة بتمر البيضة بتمر بالقناة اسمها قناة التلقيح، تقوم تاخد الحيوان المنوي معاها وهي نازلة تتلقح البيضة، تنزل دي بتطلع شغالة. نفس شغالة اللي هي الملكة اللي هي النحلة، النحلة الصغيرة. البيضة دي لو أنا أخدتها وحطيتها في عين بيضوية، ما هي السداسية بقى بيضوية، وديت لها غذاء ملكات مخفف، هتطلع ملكة. نفس البيضة دي لو الملكة بضتها في عين واسعة لا هي بيضوية ولا هي سداسية، دكر. بتطلع دكر. ده بقى انتوا اللي بتتحكموا فيه؟ لا، هي اللي بتتحكم، هي اللي بتتحكم، بس احنا اللي بنحدد بقى حضرتك. هي اللي بتتحكم مع قطر العين اللي بتبيض فيها. طب فايدة، يعني اكتر فايدة بتكون من ايه؟ يعني مين اكتر الشغالات. حد منتج للعسل؟ الشغالات. الشغالات، الشغالات طبعا. الدكتورة وظيفتهم فقط انهم ما بيخرجوش من الخلية ولا بيشتغلوا، بس بيلقحوا الملكة. والشغالات هما بقى اللي الشغالات طبعا الجيش، هي اللي بتقوم بالنظافة الخلية، هي والملكات اللي بتقوم بالتدفئة، بتأكيل النحل الصغير، ترضيعه، هو اللي بيطلع يجيب العسل، هو اللي بيجيب الحبوب اللقاح، هو اللي بيجيب البروبليس، هو اللي بيفرز غذاء الملكات تاني. انت عشان تبدأ مشروع زي ده بتجيب كمية من النحل وبتبدأ بيه وبيكمل بقى، ولا بكمية وبينتهي وبيرجع تجيب تاني؟ يعني بيبقى ازاي؟ لا حضرتك، احنا لما لو انا هبدا النهارده مثلا، وهنقول لو شاب عايز يبدا مشروع زي ده، هيبدا هيجي يجهز الخلايا الخشبيه بتاعته ويشتري طرود. لما بيشتري طرد النحل بيجيبه تقريبا على 5 براويز، وفي طرد النهارده 3 براويز. هيجيب طرد من ده او ده، وهيبدا ينشطه ويغذيه بالمحلول السكري لحد الموسم ما يخش عليه، ويوضع له البراويز. البراويز ديت اللي حضرتك بتقصديها براويز خشب، اطار خشبي، ايوه صح، وبيتحط فيها شمع اساس، اسمه شمع اساس النحل. النحل بينزلوا اساس، النحل بيمطوا من اليمتين الاثنين، من كل يمه حوالي 1.5 سم، ويبدا الملكه تبيض فيه. طيب الملكه بتبيض فيه في ايام اللي هي مش ايام الفيض، مش ايام نشاط جمع العسل. لما ده اللي هو غذاء الملكات اللي هو اللي بقى قبل، ولا لا بيكون لا ده لا لا ده, ده بقى طيب. ده اسمه التجييش، علشان اقوي الخليه. اديها براويز اساس او براويز ممطوطه تبيض فيها الملكه ويطلع منها. الخليه ليها ملكه واحده؟ كل خليه ليها ملكه واحده. بتبيض في البراويز ويطلع منها شغالات. طب الموسم بدا والرحيق بدا يجي، الملكه بتقل من وضع البيض، ويتجه النحل اللي كان حاضن جوه الخليه اللي هو بيربي الصغار جوه، يبدا يطلع عشان يجيب رحيق من بره عشان يخزن عسل. لان العسل النحل بيجيبه ده مش بيجيبه علشان يدهولنا، ده احنا بنسرقه منه، هو بيجيب المعاش بتاعه. ساعة الموسم ما يبدا كل النحل اللي موجود في الخليه اللي هو ملوش لازمه يطلع يجيب عسل، عشان بيعتبر ان ده المعاش بتاعه طول السنه. بيجي في انتهاء الموسم احنا بنيجي ناخده منه تاني ونديله بديل بقى اللي هو المحلول السكري. يعني احنا بنسرق في الاخر؟ اكيد طبعا. لا، بنعتدي على فعلا، هو بيخزن لايام ما فيش فيها زهور. احنا بنيجي بقى بناخد العسل وبنديله البديل اللي هو الايه، المحلول السكري، على اساس يقدر يكمل حياته. اللي بالنسبه لما احنا بنيجي بنبص على بيض الملكات وبيض الشغالات وبيض الذكوره، احنا مش محتاجين ملكات، فبندمر البيض بتاع الملكات. ليه؟ علشان لو طلعت الملكات، يا اما الملكه الام بتتخلص منهم، يا ام الشاطر منهم بقى اللي بياخد له من الملكات اللي طلعت، بياخد له شويه نحل وبيطلع بيهج، اللي احنا بنسميه الخليه طردت. يعني هو ما ينفعش المركب يبقى لها رئيسين، هي ملكه واحده فبتدمره. فالملكه اللي ممكن اللي هي الصغيره ما ينفعش ان هي تمشي لوحدها كده، فبتاخد معاها كم من النحل. وبتيجي لو كان في، احنا في وسط الخلايا بنعمل خلايا فاضيه بنسميها مصايد. على اساس انه احيانا النحل اللي بيطلع ده بيخش في خليه فاضيه، فبيربي خليه في ملكة وفي كم من النحل.
يبقى زاد انتاج الخلايا عندنا. بالظبط. واحيانا النحال ما بقاش فاهم، فالنحل بيمشي على عرف شجره، على عرف على جذر، على بتاع، بيهاجر من عندك يعني. بيهاجر. لو احنا عرفنا وشفنا بنجيبه بطريقتنا وبنرجعه في خليه، فبصير عندنا زادت الخلايا خليه. طيب لو احنا عايزين ملكات، في فصة قفص صغير بيتحط على البيض بتاع الملكة، عشان لو طلعت الملكة النحل يأكلها ويشربها، ونيجي احنا ناخدها نحطها في خلية بصير خلية نعمل خلية تانية. أو بنبيع الملكات في فترة اللي هو ايه الشهر 2 و3 اللي هو قبل اللي ايه الحصول على العسل وبتاع. فلو احنا بصينا للذكوره ولقيناها بكميه، بندمر البيض بتاع الذكوره على اساس انه احنا دول عاله بياكلوا وبيشربوا. انتوا عايزين الشغالين، عايزين الشغالات، والذكوره عندنا زياده، احنا شايفين في ذكوره على البراويز. فبندمر البيض اللي هو بتاع الذكوره عشان ما يطلعوش ذكوره جديده وتبقى الخليه فيها كم ذكوره ملهاش لازمه. يا حاج اسماعيل، هي الاضافه معلش اضافه بس للكلام الحاج محمود، الخليه فيها ملكه واحده. الملكه دي لما بتعجز شويه او تكون مصابه مثلا بجناح مكسور، رجل مكسوره، فيها حاجه، بيقوم النحل يعمل لها احلال يتخلص منها ويبدا يربي ملكات تانية صغيره. الخليه لما بتعمل احلال بيبقى بيطلع فيها بيربي مثلا اكتر من واحده، حوالي 10 20 ممكن 50 حسب قوة الطير الموجود في الخلية. تمام. احنا بنيجي لو احنا محتاجين الملكات ديت عشان نوزعها ونغير ملكات تانية موجودة في بقية المنحل، بنحط عليها قفص الصكورة لحد ما تخرج، وبعدين ناخدها نوزعها. مش عايزينها بنطلع منها اليرقة وناخد الغذاء الملكات اللي موجود فيها، اللي احنا بنتداول غذاء الملكات اللي هو تقريبا يعني ما بيسوهوش قيمة غذائية في الدنيا كلها. كله ده اللي هو بيتباع بالجرام وبتاخد بحاجة خشب بالظبط. بالجرام ده غذاء الملكات. في غذاء ملكات مغشوش؟ صحيح. الصيني في مغشوش، فيه اللي بيجيب من الصين غذاء ملكات وبيبيعه لأنه بلدي. إنما البلدي لا يعلى عليه. البلدي طبعا. بلدي طبعا. الخليه ممكن تنتج كم كيلو عسل، ولا بتنتج جرامات، ولا الخليه ممكن لا تطلع قد ايه؟ تنتج الخليه تقريبا تجيب لها حوالي 6 7 كيلو عسل. 6 7 كيلو في خلال اللي هم الكام شهر. بص حضرتك، احنا في الثمانينات كانت الخليه بتجيب حوالي 30 كيلو عسل. ما شاء الله. بدات الانتاج يقل 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 لحد ما صار النهارده حوالي 5 كيلو او 6 كيلو انتاج الخليه. ليه؟ فين المشكله؟ المشكله في المبيدات اللي بتتحط على الزراعه، اللي بيرشوا بيها الزراعه، مبيدات الحشايش اللي بيرشها الفلاح علشان يتخلص من الحشايش اللي طالعه في الارض. ما بين المفروض النحال يعرف ويفهم كويس ان النحل صديقه. كنا زمان بنقول ابو اردان صديق الفلاح، لا النهارده النحل هو اللي صديق الفلاح. ده بيزود عندك تقريبا نسبه الـ 25% من قيمه حوالي 25 الانتاج، حوالي 50% مش زياده وبس، بيحسن المنتج. يعني مش زيادة الانتاج بس، يعني المنتج اللي هو صار فيه تلقيح أو المزرعة اللي فيها نحل، زيادة انتاجها بيزيد 25% كل سنة عن سنة، زائد انه المنتج نفسه يانع وناضج، ما فيش فيه تشوهات زي البرتقال، زي الخضار، زي الفاكهة، زي بتاع، يعني بيحسن من المنتج. ده بيرجع لفضل النحل، فضل ربنا ثم النحل. المزارع الكبيره النهارده، المساحات الكبيره، بيجوا ياجروا نحل النهارده من نحالين، ياجر مثلا 100 خليه يوزعهم في المزارع، بيديله عليهم فلوس. ليه؟ علشان هو عارف قيمه النحل. النحل هيعمل ايه في المزرعه؟ هيحسن الانتاج، هيزود الانتاج معاه، هيحسن المحصول، هيبقى له قيمه. انما احنا النهارده الفلاح مش واخد باله، النهارده عمال يرش مبيدات ومبيدات حشايش، والبيئه بقت كلها تلوث والنحل في انقراض. عايزين الناس تفهم ان النحل ده هوت له اهميه كبيره في الوجود. وللاسف محدش بيعي الكلام ده كله. ممكن محتاجين توعيه اكتر، محتاجين ان هم يرشوا المبيدات او يستعملوا المبيدات بالظبط. كنا زمان قبل ما المبيدات تطلع كنا بننقي الحشيش بايدينا ونسيبه ينشف في الارض، بيتحول لسماد تاني عضوي،
وما كانش وكان فيه محاصيل وكان فيه انتاج عالي النهارده من المبيدات قلت المحصول وقلت كل حاجه، ما عادش فيه انتاج. حتى ان انت بقيت تلاقي عسل جيد، زي ما بقول لحضراتكم ان احنا بقت عندنا مشكله ان احنا غالبا بنلاقيه غالي وكمان بنجيبه نلاقيه مغشوش. لا تعالوا خدوا من عندي، انا عندي العسل كويس مش مغشوش. هو فعلا في السوق عسل كتير مغشوش. دور الرقابه بقى، الرقابه في هو لو مغشوش يعني ما بيفيدناش كاننا ما خدناهوش، ولا هو هيبقى بيضر. مجرد عسل، بص حضرتك، مجرد سكر يعني. بص حضرتك، هي العسل المغشوش في السوق نوعين اتنين. نوع اللي هو النحال بيغذي ميه بسكر وبعدين يقطف وينزله. أيوة. السوق. ده مش هيضر ومش هيفيد. انما العسل المصنع على النار بقى والجلوكوز والكيميائيين ده اللي هيضر 100%. يعني مش بس مجرد المشكله انه يبقى من سكر، النحل بيتغذى على سكر، ده في مشكله تانية المصنع. المصنع انما اللي مصنع داخل النحله كررته وطلع ماده سكريه. ما فيش ميكروبات ولا في اي حاجه تضر البني ادم، لانه دخل معده النحله وخرج منها. ده كويس. انما الداهيه الكبيره ان في النهارده ناس بتصنع العسل النهارده بمقادير سكر وفركتوز وجلوكوز واصنصات ولون، ويعمل عسل وينزله السوق. ده بقى بيتعرف ولا ما بيتعرفش برضو؟ يعني التاني بيجي يعني عليه الى حد ما سكر. بيتعرف، بس في ناس كتير ما تعرفوش. دور الرقابه بقى المفروض هنا انها تلف في الاسواق وتشوف مين اللي عنده عسل، مين اللي بيصنع، مين اللي عارض في السوبر ماركت او في المحل عسل مصنع، يعرفه وبتاع، مين يوصلوا له. انما احنا النهارده المواطن النهارده والمستهلك عايز كيلو عسل، ما بيصدق انه يلاقي كيلو عسل النهارده ثمنه اقل من سعر السوق، بيشتري ولا كيلو عسل وخلاص. او برضي نفسه. طيب كيلو العسل المظبوط يبقى سعره كام تقريبا؟ ما يقلش عن 50 جنيه او 60 جنيه، ما يقلش عن كده. ما يقلش. عشان نقول ان هو يعني نقول كويس. انما فيه في حاجات تانية. طب ممكن تلاقي حضرتك كيلو عسل ب 100 جنيه ويكون مغشوش، والناس يقول لك علشان هو غالي يبقى هو كويس، فمش معيار. وفي ناس كتير فعلا اكيد مش معيار. مش معيار. في ناس اكيد مش معيار. طب هنعمل ايه؟ ما احنا عايزين عسل. زائد انه احنا كمان في كم من الناس بيعانوا من مرض السكر حضرتك وبتاع، ومحتاجين السكر البيور. لانه مريض السكر انا بعتبره دايما هو الترموميتر بتاع العسل. لو هو اخذ عسل مغشوش السكر بتاعه بيتلخبط على طول. لو اخذ سكر عسل كويس، يعني احنا نختبر في حد مريض، ما هو نجيب كل واحد يعني كيلو كيلو عسل نجيب لنا واحد مريض سكر ونقول له تعالى بقى نعمل عليك اختبار، مش هينفع يعني. طبعا. مريض السكر كمان محتاج العسل اللي هو الايه اللي هو الشيء الوحيد الفقط اللي هو ياخده، السكر. العسل الطبيعي حضرتك لما تاكليه هو له ريحه مش هتشمها بمناخيرك، هتستطعم الريحه بتاعتها. بالزبط. هتحس انك انت بتشم ريحه بس مش شماها، مستطعمها. صح. ده العسل الطبيعي. العسل المصنع طبيعي، لا 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 طعم ولا ولا طعم ولا لون ولا ريحه يعني. سؤال اخير يا حاج اسماعيل، حضرتك بتصدر عسل، العسل المصري بره ليه سوق يعني، ليه كده اسم معتمد ومطلوب كتير ولا لسه سوق جديد؟ العسل النظيف، العسل النظيف معروف في كل الدنيا وله جودته وله اسمه. العسل النظيف، لانه انا لما بصدر مش باخد العسل واطلعه اقول لهم خدوا عسل، لا ده بيخش عندهم مختبرات وتحليل. طبعًا. قبل ما بيطلع من المينا بيكون متحلل ودخل على 50 مختبر. بس العسل المصري مطلوب. مطلوب. مطلوب لانه بلد منتجه وله قيمه داخل قومي. شكرا يعني، نورتونا وشرفتونا. الحاج اسماعيل عبد الفتاح مربي نحل عسل، اهلا بيك، نورتنا وافدتنا. والحاج محمود رمضان حموده نورتنا. شكرا. في ساعه صبحيه شرفتونا. ربنا يسعدك. وبنشكر حضراتكم. دي كانت حلقتي من ساعه صبحيه، حلقه الخميس. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير، والسلام عليكم.